مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ستات دوت كوم. نستهل حلقتنا النهاردة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صدق الله العظيم. الحقيقة أن كثيرا من الأمراض تسببها الأزمات النفسية أو المشاعر السلبية التي لا يجيد الإنسان التخلص منها، فتتراكم في جسده مسببة ظهور المرض له مع مرور الوقت، ولا يعرف لماذا أصيب بهذا المرض، ولا يخطر بباله أنه من أذى نفسه بسبب عدم التعبير عن مشاعره يوما ما. الإغلاق والعزل الصحي يرتبطان بتزايد احتمالات الإصابة بالاكتئاب، ومواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد تتطلب دائما دعما نفسيا شديدا. توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. كيف تعرف أنك سعيد عندما لا تشعر بالحزن واليأس؟ كيف سيكون الشعور بالهدوء إذا لم تشعر بالقلق والغضب؟ هتكون معانا النهاردة أستاذة ميسة مجدي، لايف كوتش ومعالج بتقنية الأكسس بورز. هتكلمنا عن كيفية التحرر من المشاعر السلبية المكبوتة بداخلنا عن طريق استخدام بعض التقنيات التي تساعد في التخلص من ضغوط الحياة وبعض المشاكل التي نتعرض لها في حياتنا اليومية أو في عملنا. وهنتكلم النهاردة عن إحدى هذه التقنيات العلاجية وهي الأكسس بورز. ازيك يا دكتورة؟ ازيك، عاملة ايه؟ بنرحب بحضرتك يا دكتورة ميسة النهاردة في الاستوديو، منورانا. ربنا يخليكي، نورك جميل. في البداية يا دكتور، حابين نعرف يعني ايه مشاعر سلبية او يعني ايه مشاعر مكبوتة، حابين نوضح للمشاهدين. تمام، خلينا نقول ان كلمة مشاعر سلبية او مشاعر ايجابية، انا كده بحط المشاعر جوه تصنيف. هي المشاعر كلها عموما هي جندي من جنود رب العالمين جاية توصل لرسالة. الفكرة ان انا كل ما تعاملت مع المشاعر دي من خلالي، ما كنتش انا المشاعر ديت، ما فكرتش ان انا الحزن، لا، الحزن انا حاسس بيه. فمجرد ان انا حسيت ان انا حاسس بالشعور، تمام، ممكن اجي اتخلى عنه او ان انا اسمح له ان هو يرحل. لكن طول ما انا بتخيل ان انا الحزن نفسه، لما الحزن بيجي بتخيل ان انا الحزن، لما الفقد بيجي بتخيل ان انا الوحيد، لما باخد المشاعر دي وبحطها عليا انا بكون انا المشاعر، هنا اللي بتحصل المشكلة وهنا اللي بتبقى مشاعر سلبية. صحيح. لكن لو المشاعر تعاملت معايا من بره بره، ان هي بتعبر من خلالي، هنا قدرت ان انا اتعامل معاها، لا هي شرقيه ولا هي غربيه، لا هي سلبيه ولا هي ايجابيه، لان صحيح. ده تصنيف، لان من عمق المشاعر السلبيه بيتولد منها افضل نسخه مننا. وان في دراسات كتير جدا اتعملت ان الالم قد ايه هو من اهم مسببات تطور الانسان والتطور في الوعي، وان لولا الالم او لولا وجود الالم ما كناش هنتطور، ما كناش هنتحرك، ما كناش هنعمل اي حاجه في الحياه. صحيح. فدايما الالم بيكون محرك. ففكره ان مشاعر سلبيه، لا، احنا مش هنقول عليها ولا مشاعر سلبيه ولا مشاعر ايجابيه، احنا هنسمي المشاعر. هي دي مشاعر ايه؟ مشاعر حزن، مشاعر غضب، مشاعر فرح، مشاعر سعيده، مشاعر فخر، مشاعر ايه بالظبط؟ فانا تسميتي للمشاعر نفسه هيخليني اشيل عليها من ليبل سلبيه. لان الايام الكتيره اللي فاتت قعدنا نقول ايه، عايزين نتخلص من المشاعر السلبيه، وعايزين نتحرر من المشاعر السلبيه، وعايزين نتحرر من الافكار السلبيه. صحيح. لقينا نفسنا ان احنا بنغرق فيها اكتر واكتر. لان احنا عندنا ايه، ميكانيزم دفاعي كده في العقل، خلاص هو حطها سلبيه فلازم اتجنبها، لازم اتجاهلها، لازم ابعد عنها، انا عايز اعيش في ايجابيه. فخلت فيا ان انا بقاوم دي، فالمقاومه خلقت ان انا اغوص اكتر في المشاعر السلبيه، ادخل اكتر في المشاعر السلبيه. صحيح. والمشاعر الايجابيه تبقى صعب ان انا اروح لها. طب يا دكتور، احنا اتكلمنا عن انواع مختلفه من المشاعر، قلنا الحزن، القلق، الغضب. طب حابين نتكلم عن مشاعر الندم، حضرتك تقدري يعني حابين نوضح هي عباره عن ايه وازاي بتاثر علينا؟
مشاعر الندم فعلا من المشاعر المؤلمة جدا، اللي هو طول الوقت في حاجة وانا حاسس ان انا ندمان ان انا عملت كده، انا ندمان ان انا اتجوزت الشخص ده، او ندمان ان انا قبلت بالشغلانة ديت، او انا ندمان ان انا اتصرفت بالتصرف دوت في الشغل الصبح، ان انا زعقت، انا ندمانة ان انا احسنت اليهم، انا ندمان ان انا. فكلمة ندمان دي متكررة جدا في الفترة الاخيرة، ان ناس كتير جدا بقت تعمل حاجة وترجع تحس بالندم ناحية الحاجات ديت. اولا انا لما جيت اخد السلوك دوت او اخد التصرف دوت او اتصرف بالطريقه دي، هو كان في الوقت دوت افضل اهتمام من رب العالمين في الوقت ده. انا لو كنت اعرف ان انا اعمل احسن من كده او ادي الوضع ده احسن من كده كنت عملت احسن من كده، لكن انا اتصرفت في الموقف دوت بناء على الخبرات والتجارب ومشاعري والحاله والموقف والحدث وكل حاجه. فما جيش بعد ما اخرج من الحدث بالموقف بالحاله بكل حاجه واقعد في هدوء اجي اندم على اللي انا عملته واقعد اقول هو انا ازاي عملت كده. هي الحاله الشعوريه هي اللي خلتني في طبعا مشاعر مكبوته فخلتني اتصرف بالطريقه ديت، كان في بعض الافكار وبعض الاحكام وبعض المشاعر هي اللي خلتني اتصرف بناء على ده. طب نتعامل ازاي بقى مع مشاعر الندم؟ افضل حاجه تخلينا نتعامل مع مشاعر الندم هو ان انا اقول هو الموقف ده لما جه انا اتعلمت منه ايه، اخرج على الاقل 5 دروس مستفاده من الموقف ده. اي حاجه الجوازه دي 5 دروس مستفاده من الاختيار اللي انا اخترته ده، 5 دروس مستفاده من الموقف اللي حصل ده، ايه اللي انا ممكن استفيده منه. العقل بيحب يطلع كسبان، فلما يطلع كسبان يحصل مداواه لشعور الندم، كانك بتروحي كده بالنور كده تداوي الجرح بتاع الندم دوت. انا اتعلمت 1 و2 و3 زي ما قلنا في الاول ان العقل بيحب يطلع كسبان، فلما يحس ان هو كسبان يعرف ان الموقف ده لا يا ده انا اتعلمت فيه كتير جدا. صحيح. انا اتعلمت بعد كده ان انا في اختياراتي هكون كذا. اوكي، من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تساعدنا في ان احنا نتخطى مشاعر الندم اللي هو انا بحط برنامج لنفسي، كاني عارفه الريبوت كده لما بيجي يتحرك، هو البرنامج الريبوت بيكون محطوط له برامج، لما حد يقول لك هلو ترد تقول له هلو، لما حد يقول لك كذا تقول له كذا. في قاعده اسمها وين اي ويل، يعني عندما سوف، بمعنى ايه؟ عندما اغضب او عندما اندم سوف أذكر نفسي بالدروس المستفادة من هذا الموقف. عندما أغضب ويشتد غضبي مثلا في الاستوديو، في الشغل، في حد بيسألني، في حياتنا اليومية، عندما أغضب هتنفس، هروح أتوضى، وبكرر التوكيد دوت أو بكرر البرمجة ديت، لأن العقل ما بيحبش العقد. أول ما تحطي له 1 2 3 4 5 6 بيمل مع الوقت ما بينفذش البرنامج. اديله برنامج صغير يقدر ينفذه معاكي بشكل أسهل بما تتخيلي. يعني عندما أندم أذكر نفسي بالدروس المستفادة من هذا الموقف، عندما أغضب أروح أتوضى، بس بثبت ده. التوكيد اللي انا بقوله ده بكرره لنفسي، بكتبه، بشغل حواسي الخمسه ان هي تشوف التوكيد دوت. حطي بقى وين اي ويل دي على اي حاجه، عندما اصحى من النوم امارس التامل، اي برنامج انا عايز امشي فيه واي عاده عايز احط نفسي فيها واستمر واضمن استمراريتي عليها ان انا احطها في برنامج. ليه؟ لان احنا اصلا ماشيين بناء على برمجه سابقه من الاهل والاقارب في صحياننا، في نومنا، في تعاملنا مع كل الناس. فالعقل برمج يعني، فالعقل متعود، بياخد الاسهل بالنسبه له. ايه بالنسبه له؟ بياخد البرنامج الاساسي. صحيح. لكن انت دلوقتي هتيجي تدخلي برنامج جديد وهتحطي له قواعد، لما تغضب استغفر ربنا واعمل كذا وروح اتوضى ومش عارفه واعمل كذا واعمل كذا، هتحطي له حاجات كتيره ممكن ينفذها اول مره، ممكن ينفذها ثاني مره، لكن الاستمراريه مع المختصر، هو بيحب المختصر. فتدي له برنامج صغير يبدا تطبقه، عندما أندم، عندما أحس بمشاعر سلبية هعمل كذا، وهعمل كذا هنا بختارها بناء على رغباتي أنا. صحيح. فأنا وحاجة أنا عايزها، فبالتالي العقل بيبدأ يساعدني، لأن إحنا ساعات بنقع في حتة إن إحنا عايزين نتغير ومش عارفين، عايزين نحس بمشاعر إيجابية ومش عارفين، عايزين نعمل كذا وبنلاقي نفسينا بعد ما نعملها مرة واتنين عايزة أروح الجيم. صحيح. عايزة أخس، عايزة مش عارفة إيه، وبلاقي نفسي بقف في النص. ليه؟ عشان ما حطيتش برنامج مختصر يشغل العقل. فهبدا البرنامج اللي انا هحطه دوت عندما سوف، هحطه قدامي عندما سوف بقى اي حاجه انا عايزاها، اي اهداف انا عايزاها واحط سوف، او اي تصرفات انا عايزه ابعد عنها واي بديل بالنسبه لها احطها بعد سوف، وابدا اكتبها واشوفها قدامي كل يوم، اسمعها،
اقولها لنفسي. ده بالنسبه للعقل برنامج سهل جدا ان هو يتطبق ويقدر ان هو يتعدى بقى مشاعر الندم، مشاعر الخوف، مشاعر اي مشاعر ممكن تعدي. يعني نقدر نفهم من كلام حضرتك يا استاذه ميسه انه البرنامج اللي بنحطه بيعمل زي موتيفيشن، تحفيز للعقل انه يطبق الحاجه اللي هو عايزها. يعني مثلا انا عايزه اروح الجيم، الواحد بيكسل، يعني مثلا ممكن يدفع الاشتراك وما راحش ايوه بقيه ده الشهر، حقيقي. فالبرنامج ده بيخلي يعمل للعقل زي موتيفيشن. وبيعمل حاجه كمان، بيخلق خلايا عصبيه جديده. فالخلايا تمام العصبيه الخلايا القديمه اللي هو مثلا انا لما كنت بغضب بكسر اي حاجه، تمام فده برنامج على الاقل خلاص عارف ان هو لما بيغضب بيكسر اي حاجه. طب انا دلوقتي عايزه لما اغضب اتصرف بهدوء، هاخد نفس مثلا هتنفس 3 مرات، هغير المكان، هقوم من مكاني، بس عايزه اثبت البرنامج ده بحيث ان انا لما اغضب والبرنامج القديم ده يتلاشى. ايه اللي بيحصل لما انا بحط برنامج جديد او عاده جديده في حياتي؟ بتبتدي تتخلق خلايا عصبيه جديده في العقل. الخلايا العصبيه ديت مع الوقت بتقوى اكتر واكتر لما بربطها بعادات تانيه ومواقف تانيه وحاجات تانيه، اللي هو مع التكرار وان انا ادعمها بعادات اخرى فبتبدا يحصل لها تدعيم. طب الخلايا القديمه او اللي هي كانت لما بغضب كنت بكسر كل حاجه، بيحصل لها ضمور، يعني بتفضل بتتلاشى. بتتلاشى تتلاشى تتلاشى. دي هي عمليه الاحلال والتجديد، لان ما ينفعش اشيل حاجه مني وما احطش حاجه بدلها. صحيح. ده فيزيائيا حتى ما ينفعش. صحيح. فاشيل الحاجه واحط بدلها البرنامج. هروح الجيم، بمناسبه الجيم، عشان انا اقدر استمر في الجيم لازم احط لعقلي المكاسب اللي بس انا هتقول شخصيا بعمل كده. ايوه يعني ادفع اشتراك الجيم 2 3 عندك حافز، بعد كده خلاص بتبتدي تحسي ان الحافز بيقل، ده حقيقي. ايوه مش قادر، طب انا تعبان، مع ان يعني لما خدتي الخطوه ان تروحي كان عندك حافز، وانا رسمه في بالي انا عايزه اخس، انا عايزه ابقى احسن، انا عايزه تبقى صحتي كويسه، وكان عندك كل الموتيفيشن، فجاه اتكسرت. اقول لك بقى على حاجتين يتعملوا في الحاله ديت في اي عاده احنا اتفضلي. بنحاول نعملها. تبقى ليك انت بشكل خاص. اتفضلي. بصي، اول حاجه عشان يقدر انا دلوقتي جسمي لوحده من غير السول، من غير روحي ومن غير عقلي، مش هعرف اعمل اي حاجه. صحيح. عايزه تقومي تعملي جيم، قومي وريني هتعملي ازاي، بس انا محتاج جسمي ان هو يتحرك معايا. صحيح. فاللي هيبدا يحرك لي جسمي الجهاز العصبي. صحيح. فانا دلوقتي هروح بقى للجهاز العصبي هتعامل معايا ومع عقلي، هسيبني بقى خالص بقى من اي قصص تانية. اسال نفسي هو انا عايزه اروح الجيم ليه؟ اول حاجه العقل بيتحرك، حاجتين بيتحركوا، معانا تليفون يا دكتور وألم. معلش نستقبله. اتفضل يا استاذ احمد. الو استاذ. ازاي حضرتك؟ اتفضل معانا. الحمد لله استاذ. ازاي حضرتك؟ استاذ ميسه. هي مع حضرتك. اتفضل. اتفضل. انت استاذ ميسه؟ اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك يا استاذ. ازيك؟ اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك، حابب تسالنا ميسه. ايه حضرتك، ايه سؤالك يا استاذ احمد؟ اقول لك دلوقتي عايز تليفونك. انا ما اقول لك اي حضرتك عايز تليفون استاذه ميسه. تمام. حضرتك خليك معانا على الخط ما تقفلش، والاعداد هيتواصل مع حضرتك. شكرا جزيلا. قطعا لكلامك، اسفين. لا ولا يعني. كنا حاجتين. كنا بنتكلم عن العقل والتحفيز. الجهاز العصبي عشان يبدا يخليني استمر في اي هدف. صحيح. انا عايزه اعمله. حاجتين بيحركوه، السعاده والالم. فانا لازم احط له الحاجتين دولت عشان احصل على تغيير حقيقي. أول حاجة السعادة اللي هو هديله المكاسب اللي هتعود عليا لما أروح الجيم. أول حاجة هيكون صحتي أفضل، جسمي بشكل أفضل، كذا كذا كذا، كل الحاجات اللي أنا عايزاها من مروحة للجيم هطلع النوايا بتاعتي. تمام؟ صحيح. دي السعادة، الحاجات اللي أنا هحصل عليها، الحاجات اللي أنا هاخدها اللي أنا هحصل عليها. طب دي الفوائد اللي هتعود عليا من مروحة الجيم. طيب لما تروحي الجيم وترجعي، ايه اللي انا ممكن اعمله بعديه؟ هخلق عاده جديده اربط ما بين الجيم وعاده بعدها. ليه؟ عشان لما زي ما قلت لك كده من شويه، اللي عايزه اثبت عاده بثبت عادات وراها. صحيح. مجموعه روابط كده معاها. فانا لما بعد ما هاجي من الجيم هجيب لي حاجه هكافئ عقلي، مثلا هكافئ نفسي بشوكولاتايه. انا عارفه ان ممكن ناس بتوع الجيم هيقولوا شوكولاتايه بعد الجيم، بس ممكن اجيب لا صحيح انا الدكتور كان بتاعي بيعمل كده لما يحس ان انا نزلت في الوزن. يعني مثلا 3 كيلو او عدد اكتر من اللي هو كان حاطته لي فعلا كان اي نعم هي كانت شوكولاته صغيره قوي كده ممكن ناكلها، بس فعلا كانت يعني زي ايه مبدا الثواب والعقاب. ما أيوة. بتحسي انه
الله، ده انا كافئني. طب انا بقى الاسبوع الجاي انا هخس احسن اكتر. اهو العقل بيعمل بنفس الميكانيزمات بالظبط، صحيح، مع اي حاجه انا عايزها، يبقى انا كده اديته السعاده. طب الالم ازاي بقى؟ طب انا ازاي هألم نفسي عشان اروح الجيم؟ لا، انا هقول لعقلي واديله الصوره للوضع الحالي لو استمر لمده 5 سنوات تاني، صحيح، واخليه يعيش الالم دوت. لو انا استمريت 5 سنوات على نفس هذا الوضع الصحي، على نفس هذا الجسد، على نفس هذا طريقه الاكل، على نفس كل الكلام دوت، شكلي هيبقى عامل ازاي؟ فالعقل لما يشوف الالم اللي ممكن يتعرض ليه في المستقبل فيحصل ايه؟ يتجنبه، صحيح، فيبدا يروح لروابط السعاده ويبدا يتحرك معاك ويعمل موتيفيشن عشان خايف كده. يعني ان هو يتعرض للمشاعر. لا لا لا، خلاص انا مش عايز دوت. فمن هنا بيجي التغيير الحقيقي. صحيح صحيح. طب يا دكتور، حابين نعرف ايه هي خطورة المشاعر السلبية، ازاي بتأثر على يعني الصحة النفسية والجسدية؟ تمام. الخطورة بتاعت المشاعر السلبية او المشاعر المؤلمة، ان المشاعر المؤلمة نفسها، خلينا نتكلم ان المشاعر هي قبل اول ما يجي لي إصابة في المشاعر بأي شكل من الأشكال، هي بتكون موجودة الأول في مشاعري قبل جسمي. يعني كل الأمراض معظم الأمراض 99% من الأمراض بيقولوا إن سببها نفسي، صحيح، تمام. طب سببها نفسي، طب إيه معظم الأمراض النفسية سببها إيه؟ سببها مشاعر مكبوتة. اتكبتت من إمتى؟ اتكبتت من والطفل ده جين. إيه معانا التليفون؟ ماشي، أوكي. أستاذة هدى اتفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور يا أستاذة هبة. انا هبه الشريف، و اهلا بحضرتك. اللايف كوتش ميسه جدا جدا جدا. ربنا يخليكي. هي حد جميل قوي قوي، حد مصدر طاقه ايجابيه، حد مصدر نور، حد مصدر الهام. طبعا انت عارفه انا بحبك ازاي يا كوتش ميسه، وانت غاليه عندي، وربنا يعلم ان انت كنت سبب اساس ان تغيير شخصيتي تماما. يا دوبك بس من الفشل على الفون، اللهم بارك، ما شاء الله فرق معايا جدا. ربنا يبارك فيك. من جوايا حاجات من وانا صغيره كانت عقد مكلكعه عندي، فانا بس بصيت عشان اقول بجد بجد انت جميله وفخر لاي حد يعرفك، وربنا يجعله في ميزانك يا رب. امين يا رب، امين. شكرا يا هبه، والله شكرا ليك يا استاذه هبه، وعلى مشاعرك النبيله. هي استاذه ميسه مصدر طاقه لينا كلنا والله. يعني يمكن قبل الحلقه قعدنا نتكلم، حسيت بطاقه يعني ايجابيه فظيعه. هي قاعده بتتكلم معايا وطاقه اللي هو انا داخله مبسوطه، التوتر كله راح يعني. ربنا يسعدك يا رب. يا رب يا رب. احنا كنا يعني نرجع لكلامنا، ان كنا بنتكلم ايه الخطوره. ايه الخطوره اللي خطوره المشاعر السلبيه اللي بتاثر على صحتنا النفسيه والجسديه؟ طبعا زي ما قلنا كده ان معظم الامراض في اساسها نفسي، صحيح، والنفسيه اول ما بتتعب من المشاعر المكبوته اللي اتخزنت. احنا كنا بنفتكر ان المشاعر ديت، يعني مثلا انا دلوقتي حصل لي موقف فبفتكر ان المشاعر دي وليده اللحظه ديت. لا، صحيح، هي المشاعر اللي انا بحس بيها دلوقتي هي وليده عمري كل اللي فات من اول ما كنت جين في رحم امي. صحيح. كل ده عمال بيتخزن. قطعا لكلامك يا استاذه. معانا استاذه معي، ونقول الو، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. انا صفا مش ماي. ازيك صفا؟ انا بقول لحضراتكم على حاجات يعني اهلي بيعملوها معايا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. كم خطوه كده هقولها لكم. اتفضلي. يعني ما بيتفهموش معايا خالص، اجي اكلمهم ما يتكلموش معايا، يقعدوا يزعقوا ويشتموا كده يعني ويزعلوا، ما يكلمونيش الا حاجات تافهه، قافلين عليا خالص، ما بيخرجونيش الا مع عيله او حد كبير. تمام. شكرا ليكي. استاذه ميسه هترد على سؤالك دلوقتي. هي كانت بتتكلم ان هم كابتنها في البيت وقافلين عليها وبيكلموها يعني باسلوب مش حلو، فهي مش عارفه تتصرف معاهم ازاي.
طيب هو اول حاجه هقعد كده وارصد كل المواقف اللي هم عملوها معايا كده اللي انا فاكراها اللي هي مضايقاني وخلتني بحاله شعوريه اللي انا واصله فيها لحد اللحظه اللي انا اتصلت بيها في التليفون ديت. هو كل ما ماما تقول لي الكلام دوت وكل ما بابا وكل ما اهلي يوجهوا لي الكلام دوت بيحسسوني بايه؟ مهم جدا ان يا صفا تعرفي ايه هو اسم الشعور. مش متضايقه، ما فيش حاجه اسمها متضايقه، اسمي الشعور. والله حاسه بالحزن، حاسه ان هم انا مش محبوبه، مش محسسيني ان انا محبوبه، مش محسسيني ان انا مقبوله. تمام. هنا اول خطوه كده انا 50% من التغيير و50% من التغيير هو ادراك اسم الشعور نفسه، ان انا حاسه بايه. صحيح. اشوف هم لما بيعملوا معايا كده انا حاسه بايه، وبعدين اللي انا حاسه بيه دوت بقى خلاص احنا كده خلصنا المرحله الاولى، عرفت انا حاسه بايه، ابدا اشتغل على المشاعر اللي طلعت لي. طلعت لي مشاعر ان انا مش محبوبه، انا مش مقبوله، حسسني ان هو ان انا مرفوضه، او محسسني ان انا ثقتي قليله بنفسي، او صحيح. محسسني بكذا، او محسسني بكذا. فهبدا اعمل ايه؟ هبدا اخد الحاجات اللي هي انا حسيتها لما هم عملوها وابدا اشتغل عليها. صحيح. سواء انا قدرت ان انا اتواصل مع كوتش او مع حد، مع اي حد بدعم ذاتي، سواء ان انا دلوقتي على الموبايل على اليوتيوب في كل حاجه مكتبه ضخمه هتلاقي اجابات لكل سؤالك. يعني مثلا لو مشكلتي في الثقه بالنفس هعرف ازاي ادعم نفسي وازاي اخلي نفسي واثقه بنفسي. واحد اتنين تلاته. طب لو هي مشكله قبول، هبدا انا القبول بيبدا من جوه من الداخل، والحب ان انا حاسس ان انا مش محبوب الا ادخل جوه احبني اقدرني اطلع صفاتي اطلع المواهب بتاعتي اشتغل على النقاط القوه بتاعتي، ومن هنا هبدا احب نفسي وابدا اقبلني. وبقانون كوني طالما انا حبيت نفسي وطالما انا قبلت نفسي وطالما انا بحترم نفسي فبخلق في الكون كله ان الكون كله يحترمني، ان الكون كله يحبني، ان الكون كله يقبلني. فهي دي يعني خطوات بسيطه كده. حابين نرجع للنقطة. معنا مداخلة أستاذ محمد ونقول ألو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك أستاذ محمد اتفضل. إزاي صحتك وإزاي ممكن أكلم الدكتورة بعد إذنك؟ أكيد هي مع حضرتك اتفضل. بقول لك حضرتك معايا طفل عنده 5 سنين دماغه ناشفة أوي وبيعمل حركات وبيعمل أوضاع حتى خطر عليه. وبيقولوا الفاظ غريبه جدا، ايه الحل يا دكتوره في الموضوع ده؟ تمام ماشي. تمام هي استاذه ميسه هتجاوب على سؤال حضرتك، وشكرا جدا ليك يا استاذ محمد. هو انا خلينا نقول ان الطفل لما بيعمل الحركات دي هو ممكن يكون بيعاني من حاجتين، من قله اهتمام وعدم قبول. لو ادينا له اهتمام زياده اهتمينا بيه ممكن يكون كل الحركات اللي هو بيعملها دوت هو عايز يقول يا بابا شوفني، يا بابا اسمعني. تمام. كل الاطفال عندهم 5 حاجات كده بيستقبلوا بيها الحب، واحنا كمان على فكره بي بي بيستقبلوا الحب عن طريق ان انت تشوفه، ان انت تحسسه ان انت شايفه، شايف تصرفاته، بتعلق له على تصرفاته، بتعلق له على الحاجات، كل حاجه هو بيعملها. صحيح. فلما يجي يعمل تصرفات حلوه في وسط التصرفات الوحشه ديت علق له على التصرف الحلو. صحيح. تاني حاجه شبعه، يعني في دراسه كده بتقول ان لازم الطفل في المرحله الاولى من عمره في نفس سن عمر عنده 5 سنين انك تحضنه حوالي 5 مرات في اليوم، وانك تسمعه كلمه بحبك. هم 5 لغات للحب بنشبعهم للطفل في اول مراحل عمره، ان احنا نبص له، ان احنا نحسسه، ان احنا شايفينه. تاني حاجة ان احنا نقول له لفظا ونسمعه كلمات دعم وتشجيع وحب. تاني حاجة ان احنا نلمسه ونحضنه. رابع حاجة ان احنا نجيب له هدايا نقدر نقول له احنا بنحبك جدا وبنهتم بيك جدا، حتى لو هدايا مش لازم في عيد ميلاده او مش لازم في مناسبة. وببدأ اشتغل على ان انا اغذي ال5 حاجات دول اتودهم له. لو هو خد الدعم ده وخد الاحتواء ده مع عدم التعليق المتكرر، لان التعليق المتكرر على تصرفات الطفل هو اللي بيعمل تثبيت وتدعيم للسلوك. فانا هتجاهل اصلا السلوك واعزز السلوك الايجابي، ودي المدرسه السلوكيه بتمشي في كده، ان انا اتجاهل السلوك اصلا السلبي خالص، بس انا مش متخصصه قوي في الاطفال، بس بتجاهل السلوك السلبي وبعزز السلوك الايجابي عن طريق ان انا بشوفه بسمعه بعمل تدعيم ليه وبعمل له انشطه متعدده، لان الفراغ برضه هو اللي بيدخل الطفل في الحاله دي. صحيح. حابين نرجع لسؤالنا، انه احنا اتكلمنا عن بعض المشاعر السلبيه ازاي بتاثر على الصحه النفسيه والجسديه. اتكلمنا عن الجانب النفسي انه اغلبيه الامراض
يعني بتبقى نابعه، يعني مثلا ممكن يكون حاسه بطني بتوجعني، ممكن يكون نفسي، يعني ممكن يكون نفسي فبالتالي انا بطني وجعاني. اغلبيه الامراض فعلا بيبقى نص علاجها نفسي، يعني لو صلحنا الجانب النفسي بنلاقي العضوي ابتدى يستجيب. ده فعلا. فحابين برضو نتكلم عن تأثير المشاعر السلبية على الجانب الجسدي او على الصحة الجسدية. تمام، خلينا نقول ان كل مشاعر ليها مكان في الجسم بتأثر فيه. صحيح. كل مكان كده ليه يعني في خريطة كده شعورية للجسم كله، كل مكان كأنه بيتكلم، كأنه بيقولك أنا حاسس بكذا. بس الفكرة إن إحنا بنروح متعاملين مع العرض نفسه وبنتغافل الجانب النفسي. صحيح. ممكن نروح لدكاترة وممكن ناخد أدوية وناخد براشيم وناخد حاجات كتير جدا، بس يظل العامل النفسي. صحيح. أول حاجة في حتة كده اللي هو أسأل المكان ده عايز تقول لي إيه؟ هو المكان ده بيوجعني ليه؟ عايز تقول لي ايه؟ ايه هي المشاعر المخزنه فيك جايه عايزه تتحرر؟ لان طالما الجسد اتألم، طالما الجسد ده خلاص وصل له وجع في كتفي، وجع في كتافي على طول، لا انا شايله كده بقى احمل كتير قوي على كتافي، شايله حاجات كتير جدا مش بتاعتي. معانا مداخله. أوكي. استاذه ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه ايمان. معلش يا فندم، ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ اه الدكتوره مع حضرتك اتفضلي. معلش يا دكتوره، انا معايا ابني 3 سنين و6 شهور بيتعامل بطريقه مش حلوه، يعني عايز تعرف تصرفات مش حلوه خالص. احنا حابين نوديه لدكتور نفساني بس ما عارفينش يعني نوديه ولا لا، يعني هيعمل تصرفات وحشه خالص، غلط وشتومه ويعمل حركات وحشه خالص. تمام. استاذه ميسه هترد على سؤال حضرتك. شكرا ليكي جدا يا استاذه ايمان. نص اجابه السؤال دوت في السؤال اللي احنا لسه مجاوبينه من شويه. والنص الثاني ان احنا طالما بيعمل تصرفات غريبه فانا بشوف البيئه اللي حواليه، اكيد في حد في البيئه هو متاثر بيه فهو بيقلده بيكتسب منه. ما هو الطفل هيجيب منين غير وثلاث سنين ده يعني لسه في محيط الاسره. صحيح. فبشوف مين هو الشخص اللي هو متأثر بيه او متعلق بيه او ان هو بيقلده، وبقلل التعامل او التعرض الطفل للبيئه دي، بحاول. صحيح. على قد ما بقدر. صحيح. مع الخطوات اللي احنا قلناها للمتصل اللي قبليه. صحيح. تمام. احنا كنا بنتكلم على المشاعر. على المشاعر، انه عندنا كل مكان عضو او كل مكان مرتبط بمشاعر، يعني مثلا مشاعر الغضب او الحزن اكيد بتاثر على يعني مشاعر الغضب، مشاعر الحزن مكانها هنا في القلب، هتلاقيها في منطقه الصدر كده. طيب. مشاعر هتلاقي دايما الشخص دوت صدري وجعني، قلبي وجعني، هتلاقي اصابات بجلطات في القلب، بحاجات كتير بتيجي الاصابات هنا اهو او تيجي في الدم. صحيح. في المعده الغضب بقى او القولون العصبي وكل الحاجات ديت، الخزي والعار، كل دوت في المنطقه بقى اللي هي من اول من تحت السره بقى وانت نازله بقى كده، كل ديت المشاعر. وعلى فكره المشاعر دي، كل المشاعر دي هي اتخزنت في اول 7 سنين من عمرنا. كل المشاعر اللي احنا بنختبرها في الحياه ديت وبنعيشها هي اتخزنت اول 7 سنين من عمرنا. زي الاطفال اللي هم كانوا بيتصلوا ديت دلوقتي، هم الاطفال دي كانت بتشوف مثلا مشاكل ما بين ماما وبابا وبيتخزن جواهم مشاعر. بنت شافت ان باباها ومامتها بيتخانقوا، باباها ضرب مامتها، فتخزن عندها شعور بالذنب ان هي ما قدرتش ان هي تساعد مامتها في الوقت دوت، اتخزن جواها رفض ان هي للجواز اصلا. كل ده حصل في اول 7 سنين. صحيح. كمشاعر. صحيح. حابين نعرف يا دكتور منك ازاي اقدر ان انا يعني اعرف ان عندي مشاعر مكبوته، بحيث ان احنا قلناها بتاثر بالسلب. فازاي انا اعرف انه انا عندي مشاعر مكبوته؟ لما احس ان انا حاسس ان انا مش مرتاح، دي ابسط حاجه. وحاجه تانية لما تكون في مشكله معينه متكرره بقى في حياتي، هنا وجب الانتباه بقى. مشاعر معينه كل شويه احسها مع جوزي، مع صحابي، مع ولادي، مع بابا، مع ماما، مع المدير في الشغل، لا هنا في حاجه. المشاعر دي كده ليها رساله، وادراك الرساله وراها بيساهم جدا في تطور وعي الشخص اللي بيشتغل على انه يدرك الرساله المتكرره ديت. طالما في شعور يبقى في رساله. فاعرف منين ان انا عندي مشاعر مكبوته؟ ان انا مش عايش باستمتاع، مش قادر احقق اهداف، في اهداف بحطها ما بتتحققش، على طول متوتر، على طول تعبان، اعرف ان هنا لا لسه في مشاعر مخزنه مكبوته محتاجه ان هي تخرج.
صحيح، يعني نفهم ان انا اقدر اعرف ان عندي مشاعر مكبوته لو لقيت نفس المشكله بتتكرر، سواء في الشغل سواء يعني بتتكرر، فبالتالي اعرف مش ان انا عندي انا شخص في خلل، مش مرتاح، في حاجه مش مظبوطه. يعني في ناس كده مش عارفه مثلا تصنف المشاعر بتاعتها، بس انا حاسس، طب حاسس بايه؟ مش عارف، بس انا في حاجه مش مظبوطه. طالما في حاجه مش مظبوطه، مفيش وفره، مفيش يسر، مفيش حب، مفيش اشخاص داعمين في الحياه، في وحده، في اي الم، يبقى انا هنا كده في عندي مشاعر مكبوته متخزنه جوايا محتاجه ان هي تخرج. معانا اتصال. الو، السلام عليكم. ازاي حضرتك يا استاذه مها؟ الحمد لله. الو، ممكن اتفضلي. ممكن اسال الدكتوره؟ اكيد اتفضلي. حضرتك حابه تسالينا على ايه؟ عن ابني، يعني عنده 16 سنه ودايما عانيت معايا وبيطول عليا وبيشتمني. تمام. ابويا والده لما بيبقى هنا بيبقى كويس، انما والده لما بيسافر مثلا بيقعد يعني اي تصرف عنيد معايا ما بيريحنيش خالص. تمام. طب حضرتك يعني بتتفاعلي معاه، يعني بتتفاعلي معاه ازاي، او بتردي بتتصرفي معاه ازاي؟ يعني بتردي عليه ولا ما دايما يعني هو لما بيعمل تصرف مش كويس دايما بعصبية بشتمه وكده يعني. تمام. طيب هي أستاذة ميسة هترد على سؤال حضرتك حالا. شكرا جزيلا ليك يا أستاذة مها. تمام. 16 سنة دوت يعني اللي هو عايز يحسن، لسه في أول المراهقة يعني. لا ده هو كده، ده المراهقة دلوقتي 9 سنين. أيوة. يعني المراهقة زمان كانت على أيامنا. خلينا نقول 16 سنة، هو دلوقتي عايز يحس بالاستقلال، عايز يحس برجولته، عايز يحس بان هو ليه شخصيه، عايز يحس بكل دوت. تمام. رده الفعل اللي هو بياخدها منك، فانت هنا بتخبطيه في حته اللي هو عايز يكونه، فانت بالنسبه له بتشكلي خطر. تمام. صحيح. السن ده بنحاول على قد ما بنقدر بنركب معاه المركب، مش بنقف بره وامشي كده وامشي كده ونقعد نوجه المركب. صحيح. لا، ومش هينفع نمسك القضبان بتاع السفينه تاني ونسوق تاني زي ما كنا بنسوق زمان. صحيح. خلاص، هي السواقه معاكي لحد اول 7 سنين، ودلوقتي كمان احنا افضل طريقه في التربيه بالمشاركه وان انتوا تركبوا سوا. صحيح. يعني عايز ده اركب معاه سوا، فانا هنا هوقف شويه على قد ما اقدر توجيهي ليه. صحيح. تمام. انا قابله جدا اللي انت بتعمله، محتاج ان هو يحس بالقبول، محتاج ان هو يحس ان هو محبوب. الشعورين دول كافلين ان هم يعملوا تشافي لاي انسان في الدنيا، مع الطفل ومع الراجل الكبير. صحيح. مع الـ مع الـ مع الـ مع الحيوانات، ان انت لما تحس ان انت مقبول ومحبوب فانت هنا ممكن تعمل اي حاجه. صحيح. لو الشاب ده حس بالحب والقبول، ومع الاطفال التانية اللي هم حسوا بالحب والقبول وفعلا خدوا ده بصدق فعلا، والام انفقته من جواها بصدق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت انفقتي حب فهيرجع لك ده حب، حتى لو فتره المراهقه بقى فيها دوشه، بقى فيها كذا، بقى فيها حاجه. صحيح. بيلف يلف يلف ويرجع للحب اللي انت غرستيه فيه. صحيح. يعني نفهم من كده انه الام لازم على الاقل يعني بالمعنى البسيط انها تصاحب ولادها. بالظبط. يعني زي ما حضرتك قلتي، عجبني التعبير انه تركب المركب معاهم، يعني مش هي اللي بتقود السفينه. وحاجه كمان ان هي تدور، هو ابنها لما بيعمل معاها كده، بما اننا بنتكلم بقى في المشاعر السلبيه، هو ابنها لما بيعمل معاها كده هي بتحس بايه؟ بحس بقلة الحيلة. طب امتى اكتر وقت في حياتك حسيتي بقلة الحيلة؟ واشتغلي على الموقف التاني وشيلي الجرح القديم، هتلاقي ان ابنك ده اتظبط جدا. معانا يعني تليفون. استاذ احمد اتفضل. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد، حابب تسأل استاذة ميسة. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. ايوه. هو الصوت مش واضح. هو بيقول ان المدام عصبيه. المدام بتتعصب وبتعلي صوتها. تمام. تمام. هي استاذه ميسه هترد على حضرتك. ان الست لما بتوصل للمرحله دي، او لما بتتعصب او بتتنرفز، بيكون في ضغط شديد جدا عليها في الوقت ده. تمام.
فاحنا بقى، وتاني حاجه خلينا نقول ان الغضب اصلا بيجي لما بنرفع توقعاتنا في الاخرين. يعني هي ممكن تكون رافعه توقعاتها في الزوج جدا جدا جدا، فهو دايما بيخالف اكبر من حجمها، فحط توقعات كبيره قوي عليه، ان هو مثلا اول ما يجي يساعدها، وان هو يساعدها في الولاد، وان هو يعمل معاها كذا، وان هو يعمل معاها كذا، فحط توقعات كتير جدا. صحيح. التوقعات دي هي على فكره اللي بتخلي عندنا عصبيه، وبتخلي عندنا غضب شديد جدا جدا جدا. صحيح. فممكن يكون هي حاطه توقعات كتيره جدا، يعني ممكن انت تسالها تقول لها ايه اللي انت شايفاه ممكن يحصل عشان تحسي بالهدوء، تبدا. صحيح. تدور، ما تتعصبيش. طب انت ايه اللي انت عايزاه بالتحديد، او انت فعلا عايزه ايه؟ اسالها كده، انت عايزه ايه، وهي تبدا. ما تقولهاش ما تتعصبيش، ما تقولها، لان انت اي حد بتقوله ما تتعصبش، حتى لو قلتها لنفسك العالم ما بيفهمش النفي اكيد. فالفكره ان هي العصبيه وراها احتياج، وراها صرخة معينة هي بتصرخها، وراها مشاكل معينة، وراها توقعات كتيرة جدا، وراها أفكار كتيرة جدا، خلت الشيء الشكل الأخير ده يخرج بقى مع الولاد، مع الزوج، مع صديقتها، مع زميلها في الشغل، مع مديرها في الشغل، فهي اللي بتخلي النسخة دي تخرج. صحيح. هو احنا كنا حابين الحلقة تبقى أطول من كده، بس حب يعني احنا ان شاء الله تبقى في مرات قادمه مع حضرتك، لانه حابين نتكلم في نقط كتير تانية ان شاء الله باذن الله، لان احنا في ظل الفتره دي يعني المشاعر السلبيه بقت كتير جدا ان شاء الله باذن الله. احنا في نهايه حلقتنا يعني نفهم انه الصحه النفسيه بتتلازم عن التعبير عن المشاعر والافكار. بالزبط. اللي هي بتكون متلازمه مع الصحه الجسديه. بالظبط كده. يعني الاثنين بيكملوا بعض. بالظبط. مش الاثنين بيكملوا، دي حاجه بتسبب حاجه. يعني دي، صحيح. دي اهم من هنا، اصلح هنا وهنا كل حاجه هتظبط. صحيح. انا بشكرك جدا يعني يا استاذه ميساء، ونورتينا جدا النهارده. والله نورك. وبشكر ضيوف، وبشكر مشاهدينا الكرام. اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واتمنى تكونوا اكثر توازنا، اكثر نورا، اكثر شعورا بالسلام الداخلي. استنونا في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.